السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المتابعين الكرام، كيف الحال؟ حقيقة الأمر يا أخوان، منظر اليوم أمامي ما عجبني وحبيت أن أقله لكم. وقد يكون هذا المنظر يتكرر في موضوع كيف نتخلص من الكمام بعد ما نستخدمه. يؤسفني إخوتي الكرام أنني حقيقة الأمر أرى أمامي شاب، مع احترام للشباب كلهم يعني، يقود سيارة جميلة جدا وينزل نافذة السيارة ويرمي هذا الكمام من النافذة. واللي ألفت نظري أن في سيارته ملصق كان في المرايا الخلفية علم سلطنة عمان. يا سلام، إذن هذا الولد في حب لهذا البلد. أوقفته وسلمت عليه، قال تفضل عمي، وكان عرفني يعني بصراحة. تفضل عمري، عمي في خاطرك شيء؟ قلت نعم. تحب عمان؟ قال لا شك وضحك. قلت له لا، تعرف ليش؟ لأن شفتك مركب أقول له ملصق علم سلطنة عمان معناه تحب عمان. قال نعم. قلت له لو كنت تحب عمان صحيح كان ما رميت أقول الكمام من النافذة وشوهت عمان وشوهت ولايتك وشوهت منطقتك وشوهت الشارع اللي نمشي عليه وانت تمشي بهالسيارة الجميلة. والله يا اخوان حقيقة اشكر جزيل الشكر هذا الولد. قال والله يا عمي احنا محتاجين من يذكرني ومحتاجين من يقولنا ومحتاجين من يوجهنا. تركته في حال سبيله، قال أنا آسف واعتذر لك. قلت لا تعتذر مني، اعتذر من وطن غالي، من وطن غالي، واعتذر من كل واحد عماني ومقيم على هذا البلد. هذه الرسالة يا أخواني وجهها لكل واحد يرمي أي شيء ما نريد نوسخ بلادنا من أي شيء، ما لازم الكمام، من أي شيء.